موجة فيروس كورونا سواء في مصر أو في مختلف أنحاء العالم. في البداية طبعا في مصر، هنا احنا عارفين أن الفترة اللي فاتت كان في تعليق للنشاط الرياضي من يوم 15 مارس ولمدة أسبوعين. دلوقتي بعد قرار اليوم من مجلس الوزراء، قرار نهائي بداية من بكرة بحظر التجول، فبالتالي خلاص تم تمديد المدة لمدة 15 يوم كمان. فبالتالي احنا هنوصل لاخر الشهر وهتحسب 15 يوم تانيين عشان يرجع النشاط الرياضي، برضو على حسب ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. لكن ده طبعا بناء على القرارات الصادره من السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر او بفرض حظر على حركه المواطنين لمده اسبوعين، وده امر مهم. وده اللي اعلن كمان عنه اتحاد الكره ان هم خلاص هيطبقوا او هيجددوا المده لمده 15 يوم بداية من يوم 30 مارس من الشهر الحالي وحتى منتصف الشهر المقبل بإذن الله تعالى. ده اللي أعلن عنه الاتحاد المصري لكرة القدم. من ضمن برضو الأخبار المهمة، وتم تأجيل خلاص بشكل رسمي نهائي دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليج، وده اللي أعلنه الاتحاد الأوروبي من خلال بيان رسمي، ويتكلموا على أنه خلاص إحنا كده هنأجل النهائي بتاع البطولتين، لأن طبعا في بعض الأدوار لسه ما خلصتش، لسه مش عارفين المواعيد هتبقى عاملة إزاي، مش عارفين المستجدات الخاصة بعودة النشاط بشكل عام في أوروبا، في مختلف الدول، مختلف الأندية اللي بتشارك في البطولتين ظروفهم هتبقى عبارة عن إيه. ده هيبان بشكل أكبر، خصوصا إن إحنا في الفترة الحالية بصراحة محدش يقدر يتنبأ أو يتوقع بشيء يعني. ففي كل الأحوال خلاص تم تأجيل نهائي بطولة اليوروبا ليج وأيضا الشامبيونز ليج الأوروبي. رئيس وزراء اليابان السيد شينزو أبي قال إن هو توصل لاتفاق بتأجيل الأولمبياد لمدة عام من خلال تواصله مع الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، واللي عرض عليه وقال اقتراح بالنسبة له، قال له احنا يعني شايفين إن احنا ممكن نأجل الأولمبياد لمدة سنة. وعلى حسب تصريحات رئيس الوزراء الياباني بعد تواصله مع توماس باخ، توماس باخ ابدى مرونه كبيره جدا ووافق بنسبه 100% على حسب اللي هو قاله يعني على تاجيل الاولمبياد لمده عام، وده امر خلاص بقى مفروغ منه لان الوضع صعب جدا بالتحديد. احنا الاولمبياد المفروض هتبقى في شهر 7/8، فبالتالي مفيش وقت ان انت تخلص بعض التصفيات المؤهله للاولمبياد، في نفس الوقت كمان الاستعداد للاولمبياد نفسها حتى لو الناس اتاهلت او حاجه، بعض الفرق او بعض الالعاب الفرديه والرياضيين حول العالم كلهم اللي تاهل ممكن ما يكونش بيستعد الفتره الحاليه للاولمبياد. يعني ممكن البعض يقول لك اصل لسه 3 4 شهور وكلام من ده، لا، ما 3 4 شهور هتستعد امتى وهترجع امتى وتخلص التصفيات امتى. فكل الامور وكل المؤشرات بتقول لك ان انت خلاص الاولمبياد لازم هتتاجل، وده اللي هيحصل، وده اللي حصل كمان من خلال او اللي اعلن عنه رئيس وزراء بعد تواصله مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. بالنسبة برضو لبعض الأخبار الأخرى، بسبب كورونا أرسنال منع لاعبيه من العودة لبلادهم. احنا امبارح كنا قلنا لحضراتكم خبر بخصوص أرسنال ان هم كانوا المفروض يستأنفوا التدريبات النهاردة الثلاث، فطبعا لسه الأمور زي ما هي هناك في بريطانيا أو في إنجلترا بسبب كورونا، فمدوا الفترة بتاعت تعليق التدريبات بالنسبة لكل الفرق في أرسنال. وكمان قالوا لكل المحترفين اللي عندهم محدش يا جماعة يسيب إنجلترا ويروح بلده، أو محدش يرجع على بلده خالص عشان محدش يتعرض لفيروس كورونا، خليك في مكانك اقعد في البيت، وده أهم شيء، مفيش سفر مفيش أي تحركات إطلاقا. وده تنبيه من إدارة أرسنال للاعبيهم المحترفين في صفوف الفرق المختلفة بالنادي. كمان حارس استون فيلا يعلن الاشتباه في اصابته بفيروس كورونا. بيبي رينا طبعا الحارس الاسباني الشهير وحارس استون فيلا الحالي اعلن ان هو يعني حس ببعض الاعراض كده اللي ممكن تخليه يشتبه بتعرضه لفيروس كورونا، لكن اكد برضه في نفس الوقت ان هو دلوقتي حاسس ان هو بحاله جيده جدا. فقال في كل الاحوال هو بيوصي الجميع الالتزام بالمنزل وعدم التحرك اطلاقا لمواجهه هذا الفيروس وتجنبا وللوقايه منه، يعني فيروس كورونا. الكل في الحقيقه بيتكلم عن القصه دي بقالنا اسبوعين او اكتر كمان، بالتحديد مثلا من الصين بدايه من شهر يناير، فان شاء الله فتره تعدي والدنيا تمشي وتبقى احسن من الاول باذن الله تعالى. كمان من ضمن الاخبار اللي يعني تعتبر اخبار تديك تفاؤل شويه، تشيلسي اعلن تماما شفاء لاعبه هودسون اودوي من فيروس كورونا. اودوي يوم 13 مارس كانوا اعلنوا ان هو عنده الفيروس، وعمل طبعا بعض الاجراءات الطبيه اللي من خلالها تم معالجته من الفيروس ده على مده 10-13 يوم تقريبا، وخلاص اعلنوا شفاء اودوي بشكل كامل، وده امر ايجابي في الحقيقه. طيب عارفين طبعا لاعب مانشستر يونايتد الجديد المعار من احدى الفرق في الصين ايجالو، اللاعب النيجيري
عارته هتخلص في شهر 5 مع نهايه البطولات الاوروبيه، فبالتالي في تواصل ما بين مانشستر يونايتد وفريقه في الصين جوانزو او شنغهاي تحديدا مش جوانزو بخصوص تمديد الاعاره. اعتقد ده هيبقى امر طبيعي يعني وامر بديهي، ان كده كده مفيش نشاط خلال الفتره الحاليه، فالدوريات كلها هتتؤجل او هتمد لشهر او 2 كمان لما تشوف انت هتستأنف اصلا النشاط امتى. فانت عندك بعض اللاعبين المعارين في مختلف انديه العالم، طبيعي جدا ان هم هيكملوا المواسم، مش هينفع تيجي خلاص ناقص على الموسم مثلا شهر لسه وترجع كل واحد فريقه، وخصوصا ان هو الاعاره بتبقى محدده لمده معينه. فاعتقد هيبقى في استثناء في الجزئيه دي، وده اللي بيتكلم فيه مانشستر يونايتد مع فريق ايجالو الفريق الصيني يعني. واعتقد مانشستر يونايتد اصلا في اتجاههم للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي بعد تألقه خلال الفتره اللي فاتت مع فريق الانجليزي. نجوم الدوري الانجليزي كمان بيرفضون استئناف البريمير ليج بدون جماهير، وخصوصا في ظل الاقتراحات اللي بتقول في حاله عوده الدوري ممكن يكون من غير جمهور. عدد كبير جدا من نجوم الدوري الانجليزي مصممين على ان يبقى في الدوري، او لو عاد الدوري يبقى من خلال تواجد الجمهور في المدرجات، فهم شايفين ان هم لما بيلعبوا الكوره بيلعبوا جماهير يعني، فده امر اساسي بالنسبه لهم، وان الجماهير بتديهم حافز اضافي يساعدهم ان هم لو خسرانين يكسبوا، وده الطبيعي في كل انحاء العالم. لكن برضه ما تضمنش الظروف، طبقا للمستجدات طبقا لاي شيء ممكن يحصل بسبب فيروس كورونا، لو اصلا تم السيطره على الفيروس هيرجع النشاط، لو ما تمتش السيطره يبقى مش هيفضل ما فيش دوري، او مش هيفضل في اي مباريات يعني حتى كاس الاتحاد الانجليزي، وده هيكون او هيبان بشكل اكبر خلال المرحله اللي جايه. لكن البعض بيعترض بيقول لك لازم يكون في جماهير يعني، لكن الاهم بصراحه في كل الاحوال صحه وسلامه الجماهير وحتى الرياضيين نفسهم حتى هم بيلعبوا اي نشاط يعني. برشلونه كمان اتكلموا على ان هم بيرفضوا استئناف الدوري الاسباني وابطال اوروبا بدون جماهير، وده طبقا للي ذكرته صحيفه موندو ديبورتيفو الكاتالونيه، وقالت ان برشلونه كشف عن رغبته في عدم استئناف المسابقه المحليه والاوروبيه بدون جماهير. وقال الكلام ده للاتحاد الاسباني والاوروبي، وكمان موقف برشلونه مفهوم ومقبول، لكن مسؤول الكره الاوروبيه قالوا ان هناك اصرار على اللعب باي طريقه ممكنه في حاله عوده النشاط الرياضي واستقرار الاوضاع، فبالتالي هتلعب وكجزء احترازي مش هيبقى فيه جماهير، لكن لان الاهم ان انت تجمع اموال البث التلفزيوني بعد عوده المسابقه، ودي امور اقتصاديه وتسويقيه مهمه جدا اكيد بيهتم بيها كل الاتحادات الاوروبيه، مش الاوروبيه بس، في العالم كله يعني. دي كانت بعض